في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما مكافحة جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية باعتمادها على أساليب التحري الخاصة وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة ينحدرون من ولاية مجاورة ينشطون في مجال تهريب ونقل وترويج مؤثرات عقلية باستعمال وسائل النقل. العملية أسفرت على حجز كمية معتبرة من الأدوية ذات الخصائص المخدرة تقدر ب 21 ألف كبسولة من دواء بريغابارين 300 ميلي جرام ذو الخصائص المخدرة من منشأ أجنبي، حجز مركبتين سياحيتين وحجز 5 هواتف نقالة ليتم إنجاز ملف جزائي بشأنهم بموضوع التهريب على درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية، تهريب مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة من منشأ أجنبي باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، الحيازة والنقل والتخزين والبيع لمواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بطريقة غير مشروعة، مخالفة أحكام المراقبة الإدارية والتقنية لاستيراد الأدوية واقتنائها وحيازتها وعرضها بموجبه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.